السلام عليكم. في هالمقطع حنشرح كيفية إنشاء صفحات الترحيب وإدخالها للصفحات العامة. فحاليا حنبدأ في كيفية إدخال التطبيق للصفحة. في السيرش الخاص بالفيسبوك تكتب static بالإنجليش static HTML iframe tabs كيف ما طالع عندكم توا بالضبط. اضغط عليها حيدخلك للتطبيق الخاص بالابليكيشن اللي يدير لك الصفحات الترحيب. تضغط على go to application. بعد ما تضغط على go to application حيرفعك للقائمة الخاصة بالصفحات اللي انت ادمن فيها او انت المدير الخاص بالصفحة. تختار اسم الصفحة اللي انت حابب تضيف فيه الابليكيشن. استنى شوية حيطلع لك add static html tabs iframe. اوكي تو التطبيق already موجود في الصفحة باسم ويلكم اللي هو أسفل الصورة الخاصة بالصفحة. تضغط على كلمة ويلكم. هيطلع لك الصندوق الخاص بمكان اللي تحط فيه الأكواد. وتو بعد ما طلعنا الصندوق الخاص بالأكواد نبدأ نضيفه في الأكواد. في مجموعة أكواد تلقوها وين في الصفحة تعلم كل شيء عن الفيسبوك في اسم تاب باسم أكواد أسفل صورة الصفحة. تضغط عليها يطلع لك مجموعة أكواد كيف ما شايفين. في جزء منها يشتغل على النظام هذا في الشغل، في جزء منها لا، لأن يعني هذه الأكواد مخصصة لبرنامج ال FBML واللي هو تم إلغائه في شهر 3 اللي فات. فالتطبيق الجديد اللي هو هذا اللي هو اسمه الستاتيك اتش تي ام ال يقدر يقبل اي كود يتعامل معه، يقدر يتعامل مع الاتش تي ام ال سي اس اس جافا سكريبت، اي كود يستخدم في انشاء المواقع. تقدروا تبحثوا عليه في جوجل، اكتبوا عليه اتش تي ام ال كود سي اس اس كود. فانا حنبدا معاكم باول كود اللي هو الكود البسيط اللي هو خاص بالصوره. يعني افترضنا انت درست ديزاين صوره معينه ويستحب ان الصورة تكون مقاس ثابت، يعني يكون العرض يعني العرض هيك 520 بكسل والاسفل تقدر تديرها مفتوحة. يعني اهم شيء في العرض 500 بكسل او 520 يعني فرنج هوا يعني. فحندخل تو حاليا حنوريكم طريقة ادخال صورة. طريقة ادخال صورة هي عن طريق ادخال كود اسمه AMGSRC equal okay. اوكي وهنا حضيف اللينك الخاص بالصوره. لو مش الشباب يسالوا كيف نجيب اللينك الخاص بالصوره، لو افترضنا انت عندك صوره معينه عجبتك على جوجل، انت تبحث في الانترنت ولقيت صوره معينه وعجبتك. لو افترضنا ان نكتب عليه اي شيء وردة او اي شيء، افترضنا تبحث في الانترنت على صورة معينة وعجبتك الصورة. اوكي جو هيد كليك ايمجز. لو افترضنا انه هالصورة اوكي 300 × 400 × 500 الكبيرة، فلناخده صورة تكون مقاسها كويس. اوكي هناخد هذه 500 × 740 فتاخد الرابط. هيطلع لك الرابط زي تو. هذه الصورة لو حابب ان تكون هذه الصورة تظهر في خلفية صفحة الترحيب، فتاخد كوبي من الرابط دل نسخ وتسكر كود
هيك انتهت المهمة. انت هيك دخلنا الصورة، هندير السيف، view your tab as an fan. اكتب هنا view your tab as a fan. فانت اوريدي اختارنا اوريدي مش فان. اوكي هنضغط على باش نشوف الصورة. اوكي لو حاليا اي شخص يدخل على الصفحة هتطلع له الصورة كيف ما شايفين قدامكم. طريقة سهلة ما تحقش اي جهد كبير يعني. لو عجبتك صورة من او عندك انت اوريدي تصميم لصورة معينة في الكمبيوتر متاعك، فشو تدير؟ اول شي تمشي لاي موقع خاص برفع الصور، وانا احسن موقع استخدم فيه اللي هو اسمه هيرو شير، هيرو اللي هو HEROSH.com. سهل استخدامه في اي وقت، التحميل بتاعه سريع. دير تشوز، تختار ملف الصورة من الديسكتوب، تاخذ منه الصورة وتدير ابلود وحيطلع لك الرابط المباشر. وفي وشوفوا الاكواد الثانية قوموا بتجربتها، يعني في اكواد كثيرة يعني كود الكتابة مثلا تكتب اي شيء الخلفية او فوق الخلفية، كود الاغاني لما يتم تجربة ما ظنش انه حينجح لانه تابع ال FBML. فزي ما قلت لكم امشوا لجوجل اكتبوا HTML codes. تلقوا مجموعة كبيرة من المواقع اللي خاصة بال HTML كود، مجموعة مواقع فخذوا منها هالكود وابدوا جربوا فيه في الصندوق الخاص به. فلما تبي تحب تعدل تاني ترجع للويلكم تضغط عليها حيرجع لك الصندوق الخاص بتعديل وتدخل فيه الاكواد اللي انت حابب تضيفها من جديد. ولو عندكم اي استفسار تاني يا شباب انا موجود واسألوني. تحياتي لكم والسلام عليكم.